أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما. ورد سؤال في كتاب المتشابهات الجزء الثاني للسيد أحمد الحسن عليه السلام: ما معنى تكبيرة الإحرام في الصلاة؟ وما هي ميزة تكبيرة علي بن أبي طالب عليه السلام؟ جاء جوابه عليه السلام: التكبيرات للإحرام في الصلاة هي سبعة في الحقيقة وليست واحدة، وإن كان الإحرام بواحدة جائز إذا أراد بها السبع تكبيرات المقارنة للسبع سماوات، وكل تكبيرة تتعلق بسماء، فقول الله أكبر الأولى أي إن الله أكبر من السماء الدنيا والأولى بكل ما فيها من خير وشر وتفاصيل مهما عظمت. فأنت إذا عرفت أن الأرض بكل سعتها هي كحبة رمل في صحراء بالنسبة للمجرة، وأن المجرة هي كحبة رمل بالنسبة للكون الجسماني، وأن السماء الدنيا هي حبة رمل في صحراء بالنسبة للسماء الثانية، وهكذا حتى يصغر في عينك كل ما سوى الله ويكبر في نفسك الله سبحانه وتعالى شأنه، فتعلم أنه لا يوصف. وتكبيرة علي عليه السلام بحسب معرفته لله سبحانه وتعالى، وهو أعظم خلق الله معرفة بالله بعد محمد صلى الله عليه وآله. وكلما زادت المعرفة بالله زاد شأن الذكر لله، فعلي عليه السلام يعرف ما يكبر، ولو حمل الخلق ما يعرف لما احتملوه. وقد قال عليه السلام ما معناه: أنطويت على مكنون علم لو بحت به لاضطربتم، اضطراب الأرشية في الطوى البعيدة. والاضطراب أي الحركة الاهتزازية، والأرشية هو الحبل الذي يعلق به الدلو الذي يخرج الماء، والطوى البعيدة أي البئر العميق، فإذا ألقي الدلو في البئر العميق اضطرب الحبل المعلق به كأنه أفعى تسير.